هاي يا بنات، ازيكم؟ النهاردة هتكلم على الحلقان اللي طالع موضة. تمام، زي ما انتوا شايفين كمية حلقان فظيعة. المحل دوت اسمه هوبلا في سيتي سنتر في الدور الاولاني، منزل شوية حلقان طالعين موضة جدا وحلوين جدا. في منهم اللي بتلبس بالليل وفي منهم اللي بتلبس الصبح. تمام، طبعا اللي بالليل لونه ذهبي، ما ينفعش تلبسي حاجة لونها ذهبي كده، حلق لونه ذهبي الصبح. تمام، طبعا زي ما انتوا شايفين الحلقان حلوة جدا جدا، يعني عجباني بطريقة مش طبيعية، فقلت لازم اوريها لكم ولازم تجيبوها بجد. شايفين الحلق ده عامل ازاي؟ دي حلقان للاطفال بس يعني شكلها مختلف، حبيت اصورها بس مش واو قوي، يعني مش موضة قوي زي الحلقان التانية. هي معظم الحلقان التانية اللي بالليل اكتر زي ما انتوا شايفين، ما عدا الحلقة الاولاني اللي اول واحد على اليمين ده شوية الصبح، ودولت كمان ممكن تلبسيهم الصبح عادي. اما معظم الحلقان التانية فيستحسن بالليل، ده كبير شوية على الصبح فبرضه يفضل ان هو يتلبس بالليل، وده نفس الحكاية دولت الصبح عادي مفهومش مشكلة. الحلق ده برضو يتلبس الصبح عادي. اما بقيه الحلقان تقريبا كلها يستحسن يعني لازم تلبسيهم بالليل، ما ينفعش خالص تلبسيهم الصبح. زي دولت طبعا تحفه، شكلهم تحفه، وخصوصا اللي في النص ده روعه، شكله حلو جدا على فستان سهره مثلا. وفي برضو اكسسوارات طالعه موضه كنت عايزه اكلمكم عنها، هي الاكسسوارات ديت طالعه موضه جدا حاليا. تمام، هوريكم في الاخر الصور ازاي بيلبسوها. تمام، هوريكم دلوقتي. زي ما انتوا شايفين موديلز كتير قوي لبسوها ومشاهير لبسوها، شكلها حلو جدا على الشعر، وهي نزلت مصر اوريدي يعني، فعشان كده حبيت اتكلم عنها شوية. بس هو ده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا منه، واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد، وباي باي.